يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الخلة لا تقبل الشراكة كما قال المصنف ذلك، فهل هذا من ناحية العبد من ناحية العبد المخلوق، وأما من ناحية الله فليس كذلك كخلة الله لاثنين من أنبيائه؟ نعم، هذا من جهة الله لا نتعرض للشراكة فيها، فالله يتخذ من يشاء خليلا من عباده، أما الخلق لا، والخليل خليل الله لا يتخذ مع الله خليلا آخر. نعم، سمعتم قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه؟ نعم.